نترحم على شهدائنا الأبطال، شهداء بركان الغضب الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل العاصمة ودفاعاً عن شرف العاصمة، وقدموا أنفسهم اللي هي أغلى شيء يملكونها في سبيل الدفاع عن العاصمة في 4/4 من العدوان الغادر لهذه العاصمة. فيشرفنا أن نكون موجودين بين أسر الشهداء، وهذا شرف عظيم لنا بين هؤلاء الشرفاء. والله إن أبناءكم هم الأبطال وهم السادة وهم من صمد في وجه هذا العدوان. سيخلد التاريخ هؤلاء الأبطال في العاصمة، لأنهم هم من صدوا العدوان في جميع المحاور. ونتمنى من أهلنا في طرابلس أن يكتبوا أسماء هؤلاء الشهداء في ميدان الشهداء، ويبقى على جدار السرايا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليعرف جميع الأجيال القادمة أن هؤلاء الشهداء، شهداء عملية بركان الغضب، هم من صدوا العدوان على العاصمة، هذا العدوان الهمجي من الداخل ومن الخارج. وتعرفوا كم كانت عدد الدول المشاركة في هذا العدوان، وكان صد هذا العدوان بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً، وبفضل هؤلاء الأبطال الأسود. والله لو لم يقدموا أنفسهم لم نكونوا موجودين في هذا المكان. فهم من أبقى شرف العاصمة وعرضها هؤلاء الأبطال. فهذا قليل، لا نستطيع أن نوفي حقوق هؤلاء الشهداء، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى لهم مثواهم في الجنة في الفردوس الأعلى. ونتمنى من أهلهم ودويهم وجوزاتهم وأخوانهم وأخواتهم وأبهاتهم وأمهاتهم الصبر والدعاء لهم، فهذا شرف، شرف عظيم لكم، والله لا يستطيع أحد أن ينازعكم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثواه الجنة، وبارك الله فيكم، ويشرفنا أن نكون موجودين بين هؤلاء الأبطال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.